أخيرا يسأل السائل فضيلة الشيخ عن قاتل النفس عمدا، هل له توبة؟ حيث قال ابن عباس رضي الله عنه لا توبة لقاتل النفس عمدا. نعم، جمهور أهل العلم يرون أن له توبة، لأن الكافر إذا تاب والمشرك إذا تاب تاب الله عليه، كيف بقاتل النفس وهو مسلم؟ التوبة تجب جميع الذنوب من الشرك والكفر وقتل النفس، والتائب من الذنب فمن لا ذنب له. قال الله جل وعلا كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإذا كانت التوبة تمحو الكفر والشرك بالله عز وجل فإنها تمحو قتل النفس عمدا من باب أولى. هذا من حيث العموم. في حيث الخصوص الله جل وعلا يقول الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة وكان الله غفورا رحيما. فالله أخبر أنه يقبل توبة هؤلاء ومنهم القاتل والذين لا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، الله يقبل توبة القاتل. وأما قوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فهذا الوعيد هذا من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت، لكن مع العلم بأن القاتل لا يكفر، وما دام أنه لم يكفر فإن توبته مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. وأما قوله خالدا فيها هذا خلود مؤقت ليس خلودا مؤبدا، ما قال خالدا فيها أبدا وإنما قال خالدا فيها، فخلوده عبارة عن طول مكثه في النار أو طول بقائه في النار فهو خلود مؤقت. والنصوص يجمع بينها ولا يؤخذ طرف ويترك الطرف الثاني. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يكفر القاتل ولا يرى أنه مخلد في النار، بل إنه يرى أنه لا بد أن يعذب ولكن يخرج من النار ويدخل الجنة كغيره من عصاة الموحدين، لكنه الجمهور يقولون يمكن أن يعذب ويمكن أنه لا يعذب، أن يغفر الله له ويتوب عليه داخل تحت المشيئة. أما ابن عباس رضي الله عنهما فيرى أنه لا بد من تعذيبه لهذه الآية، وليس معنى ذلك أنه كافر ولا أنه مخلد في النار دائما وأبدا. فينبغي فهم هذه المسألة فهما جيدا، ولا يفهم عن ابن عباس أنه يكفر القاتل. نعم.